للتفاصيل، أقيم حفل فني بمناسبة الذكرى العشرين لعودة ماكاو إلى الوطن الأم مساء يوم الخميس في ماكاو. حضر الحفل رئيس الصين شي جين بينغ وعقيلته بانغ لي وان. عنوان الحفل كان حب أبناء نهر خاوجيانغ قلب الصين. معظم المشاركين في الحفل هو من المحليين من ماكاو، ما يجسد أحد أهداف السهرة ألا وهي رواية قصص ماكاو من قبل مواطني ماكاو أنفسهم. جمع الحفل مختلف الثقافات التقليدية الصينية من بينها المدرجة في قائمة التراث الثقافي غير المادي على المستوى الوطني، من بينها الوشو والموسيقى الجنوبية. هذا وشمل الحفل عروضا فنية متنوعة من بينها عزف موسيقى سيمفونية وغناء درامي صيني تقليدي وعروضا مسرحية ورقص. ما يميز هذا الحفل كان استخدام الوسائط المتعددة التي خلقت أجواء وبيئة احتفالية جعلت الحضور يشعرون وكأنهم يتجولون في شوارع ماكاو أو في المواقع السياحية الشهيرة في المدينة.